التحالف راصد لمراقبة الانتخابات من عمان. فإلى حوالي 5% من راصدينا ذكروا أن هناك حالات منع لتصويت ببعض المراكز، كان السبب الغالب أن بعض الأسماء غير موجودة في تلك المراكز، أو أن بعض الناخبين يعتقد بأنه قد صوت في 2016 في هذا المركز فيجب أن يكون في هذا المركز، بعضهم اسمه غير مدرج، بعضهم لم يأتي بوثيقته الرسمية مثل هوية الأحوال المدنية وإلى غير ذلك، فتم منعهم للتصويت. فيما يتعلق بالتوجيه الناخبين للتصويت لصالح مرشح أو مرشحة، ذكرت في الفترة الصباحية أن هناك حملات ناشطة، وحقيقة هذه الحملات الانتخابية الناشطة ما زالت موجودة عند كثير من مراكز القطاع. رصدنا تقريبا حوالي 11% من غرف الاقتراع كان هناك محاولات للتأثير على توجيه الناخبين نحو مرشح أو قائمة بعينه، وذلك بسبب الحملات الانتخابية النشطة بالقرب وداخل مراكز الاقتراع، وكانت غالبا تكون من قبل مندوبي المرشحين والمرشحين الموجودين إما بمراكز الاقتراع أو بالقرب منها. أما فيما يتعلق بالحوادث والملاحظات الانتخابية التي وردت فقد وصل بمجموعها، أتحدث الآن إحنا من الصبح وحتى هذه اللحظة، إلى 863 ملاحظة ومخالفة انتخابية، أوصلنا معظمها إلى الهيئة المستقلة وتمت الإجابة على معظمها أيضا من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب، وبناء على هذه الملاحظات تم تحويل البعض المتسببين بمثل هذه المخالفات للمدعي العام. على سبيل المثال تم إرسال حوالي 6 قضايا أو 6 فيديوهات مرتبطة بموضوع شراء الأصوات للهيئة المستقلة للانتخابات، وحسب ما عرفنا أنه سيتم تحويل هذه الحالات للمدعي العام، وقد يزيد العدد عن ذلك بعد قليل. وأيضا كما ذكرت تم تحويل الذين تسببوا بموضوع التصوير داخل المعازل ومحاولات خرق التصويت أيضا للمدعي العام، متمنين أن تأخذ هذه القضايا طريقها في العملية القضائية ولمعاقبة المتسببين بهذه المخالفات. وتنوعت مخالفات بأشكال مختلفة، في مخالفات لها علاقة أو ملاحظات لها علاقة بتعطل أجهزة الحاسوب أو النظام الإلكتروني، وهذه أعاقت العملية التصويت في 129 مركز اقتراع، تكررت هذه الحالة 129 مرة، 123 حالة تم رصدها لها علاقة بتصويت مرتفع وتصويت علني، ومحاولة تأثير على حرية الناخبين وتوجيههم 112 حالة، توقف الاقتراع بسبب الأعطال الإلكترونية قلنا أيضا وردت عندنا 91 حالة، 60 حالة مرتبطة بعدم السماح للمراقبين بالدخول لغرف الاقتراع زادت عن الفترة الصباحية لأن البعض منهم غادر وذهب للتصويت أو حاول أن يعود للتصويت ولكن لم يسمح له، 16 حادثة مرتبطة بشراء الأصوات، 6 منها موثقة تم إرسالها فيديوهات للهيئة المستقلة لكن 10 كانت مبنية على المشاهدة من بعيد ولم يستطع راصدينا توثيق أي من هذه الحالات، وحالات عنف أيضا وصلت إلى 21 حالة عنف وشغب في مناطق مختلفة من المملكة، وسأعطي بعض الأمثلة المرتبطة بالحوادث على المستوى المناطق المملكة. على سبيل المثال موضوع تم اكتشاف في تلعة الرز، تم اكتشاف في جرش كما تحدثت أنه الساعة 11:30 تم اكتشاف إحدى المصابين بكورونا، وهذا أدى إلى موضوع توقف الانتخاب فيها وتطهير المكان ثم تواجدها. تم منع بعض الناخبين من الإدلاء بأصواتهم بسبب ملاحظات تمنعهم من دون وجودهم في قاعدة البيانات أيضا في محافظة البلقاء. في محافظة الكرك وردت إلينا ملاحظة يمكن القول بأنها كانت من النظرة الأولى ملاحظة جدية بأن هناك عسكريا بلبس عسكري أو أن هناك أحدا بلبس عسكري قام بالتصويت، وصوروا إحدى راصدينا وتتبعنا الحالة مع الهيئة المستقلة للانتخاب، فوجدنا بأن أحد أعضاء قوات الدفاع المدني الذين يحق لهم التصويت لكن يجب أن يكون مرتديا للباسه المدني وليس للباسه
الرسمي وتتبعنا هذه الحالة. أيضا حادثة ثانية في غاية الأهمية والتي تتبعناها بشكل تفصيلي مع الهيئة المستقلة للانتخابات، وردتنا شكوى بأن أحد أوراق الاقتراع في منطقة عين الباشا لا يوجد فيها اسم إحدى القوائم المترشحة للانتخابات. تتبعنا هذه الحالة وأردنا أن يعني نستكشف إذا ما كانت هي حالة عامة أو موجودة فقط في تلك الغرفة، واتصلنا مع الهيئة المستقلة للانتخابات التي قامت بشكل مباشر بتوجيه فريق مختص لمركز الاقتراع في عين الباشا، وتم التواصل مع إحدى ممثلي تلك القائمة، وتم أيضا استكشاف عينة من الأوراق الاقتراع الموجودة في محافظة البلقاء بشكل عام للتأكد إذا ما كانت يعني هذه حادثة مرتبطة بخطأ في التغليف أو أنها مكررة، فيعني لم يكن هناك حقيقة شكاوى أخرى أو حالات أخرى. نفس الحالة تكررت عندنا في محافظة الكرك في 4 مدارس حقيقة يعني قد تكون قريبة من بعضها البعض، فتكررت هذه الحالة أن ورق الاقتراع كان ملاصقا في دفتر الاقتراع، كانت بعض أوراق الاقتراع ملاصقة لبعضها البعض، وأيضا تتبعنا هذه الحالة لنجد مثل مدرسة السماكية بالكرك و3 مدارس أخرى وجد فيها 3 حالات مختلفة بنفس الطريقة. وباعتقادي بأنه يعني تواصلنا مع الهيئة المستقلة وتتبع اللي صار لهذه الحالات يعني أدى إلى تفاعل كبير جدا مع حتى القوائم ذات العلاقة بهذه القضية، وأنها قد تحدث حقيقة يعني من خلال خبرتنا بالانتخابات الماضية وعند طباعة مثل هذه الأوراق أحيانا موضوع التغليف و ما يسمى بالتكبيس الأوراق بعضها يتم تكراره أو بعضها يختفي. لكن الجيد في الموضوع بأننا تأكدنا من خلال الهيئة المستقلة للانتخاب أن التعليمات تطبق بأن الناخب إذا ذهب إلى المعزل ولم يجد اسم القائمة التي يريد أن يصوت لها فيستطيع أن يعيد هذا الدفتر إلى لجنة الاقتراع ويستبدله ويتم الإجراء بإعطائه دفتر جديد وينتهي الموضوع. فباعتقادي أنها ما زالت حادثة ضمن نطاق محدود ويعني قد تتوسع بشكل كبير، ولم نلاحظ أنها تكررت يعني على المستوى نطاق وطني. هذه قد تكون يعني أكثر حادثتين حقيقة أو حوادث ذات حساسية لأنها يعني في غاية الأهمية ويعني قد تؤثر في سير العملية الانتخابية لو كانت يعني هي الأكثر. حالات شراء الأصوات وهي طبعاً يعني لا شك أنها متلازمة وليست يعني للأسف الشديد بأنها موجودة في كل انتخابات وتتكرر، ويعني رصدنا حالات لها علاقة في مثلاً إربد الأولى مدرسة عمر المختار الأساسية، بجرش مدرسة لبابة بنت الحارث، في أيضاً مدرسة ميسلون ثانوي البنات في الثانية دار عمان الثاني في العاصمة، في أيضا مدرسة القدس الثانوي للبنات في العاصمة الأولى، في مدرسة صهيب بن سنان في العاصمة الخامسة، في العاصمة في مدرسة حي العماوي الثانوي للبنات في الثالثة العاصمة، مدرسة قميم في إربد ومدرسة شكري شعشاعة في الثالثة العاصمة، مدرسة أم هانية الثانوي الأولى للبنات في الرابعة عمان، ومدرسة المريغة الأساسية في بدو الجنوب يعني أيضا ورصدناها. معظم الملاحظات المرتبطة بشراء الأصوات هي كانت متركزة في هذه الحوادث التي ذكرناها. طبعا أنا متأكد أنه في حوادث أخرى وفي حالات أخرى، لكن يعني هذا ما استطعنا أن نتحدث به ونرصده. وبشكل عام يعني كما ذكرت بأنه يعني تم التواصل مع الهيئة المستقلة وتلقينا وعد بأنه سيتم تحويل عدد من هذه الحالات واتخاذ الإجراءات اللازمة وإرسالها للمدعي العام بشكل بأسرع وقت ممكن. طبعا المشادات والاحتكاكات بين مناصري ومؤازري بعض المرشحين موجودة، مثلا رصدنا بعضها في الكرك في مدرسة العراق الثانوي الشامل للبنين، أيضا في يعني بعض في جرش كان هناك بعض المشادات في بعض المدرسة السوف، أيضا فيما يتعلق بموضوع
نقل الناخبين وتوجيههم. رصدنا في مدرسة مخيم سوف الإعدادية للذكور باصات، ولدينا أرقام الباصات تنقل يعني الناخبين وتوجههم للتصويت باتجاه معين. بشكل عام الحوادث يعني من توقف لعملية الناخبين أو موضوع توجيه الناخبين ولا غير ذلك، كل الحوادث سنقوم بنشرها. يعني بعض أعضاء اللجان، رصدنا أحد أعضاء اللجان يعني يقوم بتوجيه الناخبين، وتم التواصل مباشرة مع الهيئة المستقلة وتزويدهم ب يعني صورة للواقعة، ويعني الهيئة المستقلة اتخذت إجراء باستبدال أيضا هذا العضو من تلك اللجنة. بشكل عام هذه هي مجمل يعني العمليات اللي بين يدينا. طبعا يبقى الشغل الشاغل على نسبة التصويت وكم بلغت نسبة التصويت. نحن نقترب من 25.5%، على وشك أن ندخل في يعني أكثر من 25.5، ممكن نقربها ل 26%، 25.5% تقريبا نسبة التصويت على المستوى الوطني. وطبعا احنا ما زال أمامنا ساعة، وقد طبعا هذه النسبة حتى أكون دقيق هي قبل 35 دقيقة، فيمكن تكون زادت شوي هلا النسبة. يعني على المستوى الوطني قد تصل يعني في الساعة القادمة، وقد يتم تمديد للتصويت في بعض المناطق لا نعلم ذلك، لكن هذا هو الواقع الموجود حتى الآن. طبعا ما زالت البادية الجنوبية قد تكون لأعلى بنسبة التصويت بنسبة 60% البادية الجنوبية، والبادية الشمالية والوسطى بنسبة 52% تقريبا، والكرك تقريبا 50%، ومعان أيضا تقريبا حوالي 50%. فما زالت عمان والزرقاء الأقل بنسبة التصويت، عمان يعني لم تبلغ 13%، والزرقاء تقريبا لم تبلغ 15%، هي 14% وبعض العشر. هذه هي مجمل العام لنسب التصويت على المستوى الوطني قبل 35 دقيقة. أنا متأكد الآن أنها ارتفعت إذا ما كان في أرقام ستصدر من الهيئة المستقلة خلال الدقائق القادمة. هذا ما لدينا، ويسعدني أن أجيب عن أي استفسار بين يديكم. شكرا لكم جميعا. إذا عندكم أي سؤال بحب يسألك فضل. فضل ستي. هي أكثر من سؤال، يعطيكم العافية بداية. عدد الأشخاص المصابين اللي وصلوا إلى مراكز الاقتراع، لأنهم فقط وصلوا أم قاموا بالتصويت؟ السؤال الآخر بالنسبة إلى مخالفات هذا في الدورة هاي، يعني ما مدى خلافها عن الدورات السابقة وتحديدا الدورة الماضية؟ تكتب الاقتراع أو تقديم مقترح من قبلكم لهيئة مستقلة للانتخاب لتمديد وقت الاقتراع مثلا بساعتين؟ شكرا. يعني فيما يتعلق بالمصابين بكورونا، يعني احنا الفتره الصباحيه قلنا بان هذا التزام اخلاقي، يعني الهيئه المستقله لا يمكن ان تستطيع ان تمنع احد بالذهاب، لانه هذا الشخص ممكن يذهب للمول، ممكن يذهب الى اي مكان ثاني. لكن الخطوه المتقدمه اللي هو ربط قاعده بيانات المصوتين مع يعني لجنه الاوبئه والاسماء، فانا باعتقادي يعني اللي رصدناهم احنا 5 حالات، كان في ناس بيحاولوا انهم يدخلوا التصويت وتم منعهم وتم تحويل ناس منهم للمدعي العام، لانه هذا يعتبر ايضا في مخالفه قانونيه ويعني يعتبر جريمه، يعني انت بتضر المجتمع بهذا الاجراء. فباعتقادي انه بالرغم انه في حالات لكنها حالات محدوده ولم تكن يعني حالات عامه بشكل عام. اما بالنسبه لموضوع نصيحتنا بالتمديد، احنا حقيقه يعني ليس دورنا ان نقدم مثل هذا النوع من التوصيات، لانه في المحصله هذا قرار يعني من صلاحيات رؤساء اللجان، لانه كل رئيس لجنه دائره عمان الثالثه الثانيه الاولى هو حسب المعطيات اللي بيشوفها انه هل في ضروره للتمديد او في ما في ضروره. الان يعني في كثير من المناطق على مستوى الجنوب والوسط لا يوجد ازدحام في اللحظات الاخيره، فهو انت بتقرر انه بدك تمدد بناء على معطيات معينه. انا باعتقادي لو من الافضل انه يصير في تمديد في العاصمه عمان تحديدا، لانه هذا الموضوع مرتبط بموضوع الحجر اللي صار الساعه 10، فاشغل كثير من الناس بدل من الذهاب الى صناديق التصويت ذهبت باتجاهات اخرى لها علاقه بتامين المواد الغذائيه ولا غير ذلك.
يعني هي في حد واحد من الحوادث انه برضو هلا وصلتنا انه احدى المدارس في منطقه جبل التاج تم التعامل معها من خلال تجمر عدد من الاشخاص ومحاوله يعني الاعتداء على مركز الاقتراع، وتم اطلاق حيرات ناريه من قبل رجال الامن ومنع هذا التجمر. اي سؤال اخر؟ تفضلي. شاهد. الجمارك، أنا آسف، نعم صحيح. الجمارك، الدكتور يعني أخذ تعقيبا على إجابة السؤال الأول، بالنسبة لخمس حالات الأفراد المصابين بالكورونا اللي تم مداخلة الاقتراع، كان التصريح النهائي المستقل بأنه مصاب واحد. يعني المفارقة بين هاي الأحكام. يعني احنا الحالات انا ذكرت المدارس بالاسم اللي او ذكرنا الغرف الاقتراع بالاسم اللي صارت الحالات فيها. الان لا شك انه الهيئه المستقله تملك قاعده بياناتها والتابع، واحنا عندنا فريق راصدينا الذي يقدم المعلومات. قد يكون هناك نسبه خطا وارده بكل الامرين بكل الطرفين، ولكن هذا ما وردنا من راصدينا في الميدان، وهناك بعض يعني الحالات التي تابعناها بشكل دائم. أنا باعتقادي الأفضل أن ننتظر حتى انتهاء تقرير الهيئة المستقلة الختامي لأنه تكون تفاصيل أشمل وأكثر وضوحاً. نحن تابعنا هذه الحالات مع الهيئة المستقلة ومع راصدينا، وباعتقادي بأنه قد يكون هناك أكثر من هذه الحالات، لكن بالمحصلة الأهم أنه تم إيقاف هذه الحالات ومنحها من الذهاب إلى التصويت. في تقرير سبق أنه صدر في هذا اليوم في الصباح أنه في ثلاث حالات و إلى غير ذلك. هذه الحالات الموجودة لدينا في هذه المرحلة. بشكرك كثير على التدقيق. أنا قصدت الجمارك وأنا بأكد أنه هم من أعضاء الجمارك، نعم صحيح، والصورة اللي موجودة لدينا هي من الجمارك وليس من الدفاع المدني. شكراً على الملاحظة شاهد. شكراً. أي ملاحظة أخرى؟ تفضل ستي. إحنا مع الكمامات بطلنا نعرف اللي بيسألوا. يعطيك العافية، فرح كيف من أحداث اليوم؟ أهلا يا فرح. بدي أسأل متى تتوقع صدور النتائج النهائية الرسمية؟ يعني حسب قراءاتنا بكرة قبل العصر بتكون النتائج نهائية، طالعة لأنه الآلية اللي فيها استخراج النتائج فيها لا مركزية عالية، وباعتقادي مع نسب التصويت يعني القليلة فبيكون أسهل استخراج النتائج. يعني عندما يكون إذا بتلاحظوا أن الهيئة المستقلة عملت 8000 غرفة اقتراع، هذا يعني أنه ممكن صندوق يكون فيه 50 أو 100 صوت فقط لا غير، وبالتالي عملية الفرز تكون أسرع وإدخال البيانات بشكل أسرع. فباعتقادي لن تأخذ وقت طويل جداً، فبجوز بكرة مع منتصف النهار تكون يعني النتائج معلنة. شكراً. أي استفسار آخر؟ تفضل. عليه السلام.